روان، انت تدري ان حياتنا مع بعض صارت صعبه من زمان. بصراحه شيء مو حابه، فاني جاي اليوم عشان اخيرك، يا اني اطلقك او انك تظلين على ذمتي، وما راح يكون لك اي حق عندي غير المصروف الشهري اللي قاعد انزلك. وش قالت لك المحاميه؟ قالت لي ان الوضع مو من صالحي. قالت لو تراضين انت وفواز وايد افضل، بس فواز مو راضي. اقول لك اليوم شفت مرت فارس ولا حامل، بطنها ايش كبره بس ما ادري باي شهر. زين على البركه، وانا شكو ترى عادي اذا كنت مطلقه او لقب مطلقه، سوت يعني وايد مطلقات، وبعدين مو كل مطلقات يعني. اي صح صادق، سوت يعني مطلقه وايد افضل من عانس. انا شطبع الحين عادي، حاطته بمخي، ايش فيك تضحك؟ هذه الهام اختي. ماني قادرة يا ترى الحمد لله، ماني قادرة امسك نفسي من الضحك. هذا كله قاعد يشوف، هذا ريلك شوف ايش طايش قاعد يطايش. امسك مخي وعافية. قول خليك فواز، على الاقل بس مشاري بعده صغير يحتاج امه، خله عندي. والله لو المحكمة تشوف ان انت كفو تربين عيالك كان حكمت لك. بعدين ما ترى مو عند واحد غريب، عند ابوهم. انا عمري ما شفت قلب مثل هالمرة، قلبها قاسي مثل الصخر. لك روح شوف شغلها، خليكم. بتي تطلع عليه من فترة وفترة؟ موال ما له داعي هالكلام، حسن ولدك انت بس. Baby. Hi, babe. How are you? I'm good. I miss you so much. How are you? I miss you. Are you much fine? More. Yes. Adam. Hi. How are you? Are you fine? Look what I bring for you. Look. It's nice. I will open for you. Yeah, I will dinosaur. تعرف الديناصور ولا لا؟ This dinosaur. Take. Babe, the week you traveled, it was so hard for me. Did you finish your work in Kuwait? Yes, I finished everything. I will not leave you again. That's good. Look. Oh, it's very nice, right? Wait. Now it's nice. Very good, right? فهد ايش فيك؟ انت مريض؟ لا بس شوي مصدع. لا بس قاعد اشوفك قاعد تاخذ من هالادويه كل يوم تقريبا. فهد ترى ما يصير، مو بكيفك، لازم تروح الطبيب وهو يعطيك الادويه اللي تناسب حالتك. ما عليه، لا تحاتي. اوكي ما عليك شر ان شاء الله. الشر ما يجيك. تعال فهد، صح بسألك، ما سويت لك حساب في السناب والانستغرام ولا تويتر؟ لا شوف ترى اذا ما تعرف انا بسوي لك. لا مو ما اعرف، بس انا ما احب هالسوالف. بنات كلهم اطلعوا، ولا هذه وين راحت؟
انت ما تقولي لي وينك؟ كل البنات طلعوا ولا انت؟ اسفه يبا تاخرت. اسفه وين اصرفها انا اسفه؟ يبا شو اسوي يعني قاعد انقل صفحات الامتحان رفيجاتي. وانت امك ما صدقت ما ترجع دروسكم؟ قطتكم علي بعد خلاص ما تسال عنكم؟ لا يبا امك اليوم تدق علينا فيديو كول وتشوفنا وتبكي. بعدين انت اللي خليتنا منها مو هي خلتنا. اشوف صارت صاير هالطول انت بعد تبي احكي تكف العين؟ تبين على امك بعد؟ هم ساعه زرعتني بالشمس وصارت هالطول؟ كل ما تطلعوا الا انت. ساعه انا واقف برا. انقل دروس ما تنقلين. مو لو امك تدري عنك وتدق عليكم وتتابع دروسكم مو ساعه تزرعوني برا. شنو هذا؟ شنو هذا؟ ليش كذي بابا؟ ليش ما في يلبس؟ بابا ما يقدر يمسك مشاري، ما يقدر يسوي كله هذا، ما يقدر طبخ. ليش ما في طبخ؟ يعني انا اجيب طباخ يطبخ لهم اكل بابا؟ روحي بابا روحي 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 اقعد عاجل انت ليش كذي؟ اقعد شو انت تبون اطب لكم اكل؟ يا يبا ما نبي اكل مطاعم خلاص ملينا. والله روحي طبخي. روحي عاجل طبخي انت. بس اقعد عاجل انت. بس اقعد منك يلا روح. قول لي يبا انت شو انت بتاكل؟ اي شيء يبا كلهم شابهم بعض ماكو شيء نفس اكل امي. طس زين عاد من زين طباخ امك انت بعد الثاني. زين مني قاعد اسالكم صدق مو كفو. بطلب لكم بيتزا وقصب عليكم تاكلون. اسكت انت يلا. مبارك مبارك امك ياهي بسكايب تبي تحاتيك. يما اشتقنا لك تكفى زورينا. حبيبي ما يصير كذي كلها يومين ويا اخذكم نلعب ونضحك ونروح العاب وناكل كل شيء نسوي. يما ما نبي هالشيء كله نبيك انت بس. حبيبي ما يصير كذي انا ابيك قوي وتدير بالك على اخوانك. وين مشاري ما اشوفه؟ انا بروح اجيبه. زين حبيبي دير بالك على اخوانك ها شاطر. كذلك كان الفريق في الشوط الثاني مساحات. مشاري تعال معي شوي. ايش تبي فيه خليه قاعد. امي بالتليفون تبي تحاكي. كان ممتاز هنالك بورد في الاعصاب وتعامل بشكل. يلا روح حبيبي كلم ماما تعال. يلا يلا الحين يلا روح كلمها وتعال بسرعه بسرعه يلا يلا حبيبي روح. الاداء او غاب لانه لم يكون عم بمستوى التهديد. ايش معي يلا مشجعي ليفربول يعني يكون مهاجمهم يظهر بهذا الشكل في كل مباراة حتى. والله ما أدري ظلمت ولا ظلمت روحي. لكن لما يسجل هذا الهدف. هلا هلا فارس. هلا هلا ابتسام شلونك؟ الحمد لله بخير. والمحل ها ماشي حاله تمام يعني؟ صبري عليه شوي بيشتغل بس يبي له صبر ان شاء الله. بغيت اسالك هذا اللي يشتغل معك شلونه؟ زين ولا مو زين؟ زين وايد زين بعد. بس ليش تسأل؟ لا عادي حبيت أطمن عليك يعني أبيك تكون مرتاحة من كل النواحي بالشغل. صح مبروك. على شنو؟ المدام حامل. إيه الله يبارك فيك. زين انا بديش داخل. اي مع السلامه. السلام.
وهي من كثر ما أنا راسي مصدع يعني جداً عادي عندي أشرب تانكر آيس أمريكانو. ما تصوريش كثر أنا راسي مصدع. خلينا نشوف لنا الحين مكان وين نقعد وين ما أدري أي كافي شوب. خلينا نشوف. ألو توني واصل أنت وينكم؟ أوكي يلا داخل. ولا شيء. امشي امشي يلا. ابتسام ايش عندك قاعده هني انت؟ الناس طلعات بالويكند، الناس ما تقعد بالبيت، مطاعم كوفي شوبات كل شيء فيه، ليش قاعده بالبيت؟ الهام كلش مالي خلق. امبي مو من صدق ترى توك صغيره، ايش فيك؟ لو تصير 50 وال40 ايش تسوي بعمرك انت؟ الهام صدق عاد مالي خلق هالسوالف. زين بسالك فهد اللي يشتغل عندك اي ايش فيه؟ يعني شنو وضع المادي؟ يعني واحد يشتغل عندي معاشه 200 دينار، ايش بيكون وضع المادي؟ اكيد محتاج وعلى قد حاله. زين هو ما قال لك شيء عن اهله عن عائلته؟ لا بس كنا مرة سألته وما رد عليه. فهد ترى نفسه وايد عزيز. اوكي. تفضل. صباح الخير استاذ. صباح النور استاذ غصون. حياك. شكرا. أعرفك على الأستاذ خالد زميلنا الجديد. خالد؟ خصوم؟ أنت 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 وينك وين أراضيك وين كنت؟ شنو تعرفون بعض؟ إيه كان يرن و. كنا دايماً مع بعض نلعب وكبرنا. احنا كنا عائلة واحدة، احنا كنا فريق واحد، كنا حتى أخوها كان صديقي العزيز راشد الله يرحمه. أوه غصون أنت وين رديتيني ورا وايد. أستاذ غصون اخذي الأستاذ على مكتبه. أكيد أكيد شكراً لك. تفضل تفضل أستاذ. تفضل شكراً. أهلاً خالد تفضل حياك. شكراً شكراً. ما تصدق أنا إيش كثر فرحانة بشوفتك، صدفة حلوة. وأنا هالصدفة هذه ما كنت متوقعها أبد. أنت وين كنت تشتغل قبل؟ أنا سلمت الله غصون اشتغلت 15 سنة في القطاع الخاص، وبعدين قلت القطاع الأهلي أضمن وأحسن. أحسن. رأيك؟ إيه لا عفية عليك زين تسوي. غصون؟ نعم. ما تغيرتي أبد. هذا انتي. تفضل خالد. شكرا. تفضل تستاهلين. ايه. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. تفضل استاذ. تفضل. السلام عليكم. تفضل. اعرفكم على الموظف الجديد عندنا الاستاذ خالد. وهذه بدريه ام مبارك، روان ام حسن، وشريفه ام عبد الله. عاد هذه الام الحنون هني عندنا بالقسم، الكل يحبها وهي دائما تحب الجميع وحضنها شايلنا كلنا ما شاء الله. ما شاء الله. هذه منو؟ معلش عندنا شغل وايد بعدين نتعرف اكثر. تفضل استاذ خالد. تفضل. عن اذنكم زميلاتي العزيزات، عن اذنكم. شو السالفه؟ منو خالد اللي تحمست له غصون لهالدرجه؟ انت ركزي على ام عبد الله مبارك. ام حسن ايش تبي توصل له؟ تبي تفهم الريالنا كنا متزوجات عندنا عيال، ما في واحده خاليه. انتوا ما سمعتوا؟ زميلاتي العزيزات ما عرفتها اساسا. من شافت واحده بعمرها استخفت؟ شش والله العظيم. سمعوا؟ قاعد تضحك. وي قاعد تضحك. لاول مره. غصون ايامي فعلا ذكريات حلوه والله ما تنسي.
شو اخبار والده؟ امي ماتت عطتك عمرها. الله يرحمها. الله يرحمها. عسى بس ما تكلفت ولا تعبت. يعني مسكينه بس الله يرحمها كانت تعبانه وتوفت. الله يرحمها. انا اسف اني ذكرتك بس مو قصدي والله اساسا بسال بس. الله يرحمها. الله يرحمها. انت يعني ما تزوجت ما صار عندك عيال؟ بلى. لا والله تزوجت تزوجت بس خلال سنه فقدتها الله يرحمها وترملت مبكر سنه. ايه مسكينه الله يرحمها. بس ما عندك عيال؟ لا. ايه زين ليش ما تزوجت عقبها؟ وايد اسباب بس اهمها اني ما لقيت واحده تستحقني. وانتي تزوجتي؟ لا 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 ما تزوجت صراحة. عقب وفاة أبوي ظليت أهتم بأمي، يعني تعبت وصار عندها سكر ولازم أراعيها وأوقف يمها. أنا وايد تقدموا لي ورفضتهم لأنهم مطلبوا أني أنا أتخلى عن أمي، وأنا قلت لهم لا علشان تبي يعني للحين ما تزوجت. أصيلة أصيلة غصون. لا زين سويتي زين سويتي. زين انا ما ادري يفترض اني اروح مكتبي وابتدي ارتب بعض الامور ان شاء الله. تبين شيء؟ تفضل. اوكي. يعني ولا انا على ذكريات عن ابنك. العشرة الطويلة تبي تهدين الفريج؟ عاد انا ما اقدر اتخيل الفريج من غيرك. شو اسوي يا اخيتك؟ ابو خالد يبينا نروح منطقة ثانية، حتى ما نعرف فيها شيء. لا حول ولا قوة الا بالله، عاد ها لا تخلينا زورينا. ان شاء الله اكيد يا اخيتك اجيك واشوفك وازورك. اي زين. خالد شنو قاعد تسوي هني؟ المرحوم اخوك سلفني هالكتاب قبل لا يتوفى الله يرحمه، من باب الامانه قلت ارده لك. ان شاء الله اليوم بروح منطقه جديده باذن الله. ادري شفت امي قاعد تسلم على امك. مع السلامه. مع السلامه. راشد اللي يقرا شعر. انا اعرف ان كل سوالفه كره. ثاني لا تأخر، تعال مبكر. ها يلا روح روح، شيل فوطة شيل. هاتيك صباح الخير. صباح النور. من هو هذا؟ مسكين فقير ريان يشتكي، واخوه مريض هناك بديرتهم، وما يعني اعطيته المكسوم. اي زين جزاك الله خير. ها بتسوي لي قهوة؟ عاد ضبط القهوة. ها طبعا اكيد تعودت حط على القهوة من ايدك. عفا عليك بس احلى قهوة. الحين عاد يعني انت بتعب نفسك وبتسوي لي القهوة، ترى انت ما سويت شيء، هذه كلها ماكينة بس ضبطت زر وخلاص القهوة تكون جاهزة. يعني مو بتعب نفسك صادق.
بس المهم انها هي من ايديها. ثانك يو. تسلم ايدك. السلام بالعافيه. عليكم السلام. فارس زين نكيت كان مجهزت لك الحين الاجار ومصاريف الماي والكهرباء. مو مهم مو مهم، انا مو حق الموضوع اصلا. شنو؟ شلون مو مهم؟ مو هذا اتفاقنا ولا تبيني خلاص الغي كل شيء؟ يبقى تدري شلون اعطيني. تفضل. بغيت اسالك شلون هالموظف؟ زين بس يعني ليش تسال؟ شنو في شيء؟ ما ادري، اشوف ضحك وناسه وسوالف، في شيء بينك وبينه؟ لا لا لا، شنو يعني؟ ايش قصدك؟ شنو يعني في شيء بينك وبينه؟ ايش تقصد؟ تدري شلون؟ بدينا نتفاهم. يلا مع السلامه. انه ما في علاقه شخصيه. انت ايش تبي؟ قصب الا تبيني اتحكى واقول؟ لا امبلا، بس كان فارس كان خطيبي. يعني انت الحين ما تحبينه؟ لا الحين فارس ريال متزوج وجريب بيصير ابو بيبون له بيبي، بعدين انا وفارس ايران وحسبه اهل، يعني حتى المحل هذا لما اعطاني اياه عشان هالشيء. انت قول لي، لا طالعني كذي، انا الحين تحكيت وقلت لك كل شيء، الحين ابيك انت تحكي وتقول لي. تحب؟ في وحده بقلبك؟ ارجوك استاذه عفيني من الرد على هالسؤال. حياك حياك، سوي لك وليمه انا، زفر الكويت كله جبته. تفضلي طبق هامور ومويه وحشر وبيان، كل اللي تحبينه. بعد امري. حق منو دي كلها؟ حقك بعد من حقه، هالسنين كلها انت تطبخين وتنفخين وتروحين وتين وتشيلين وتحطين، خلنا نرد شيء من جمالك. والدقوس سويته يشلوط حار. دقوس هذا هو موجود. معونين بعد مو واحد، والفلفل كاهو عندك معبوت. تبي تحطين بالدقوس، تبي تحطين من قبش، تبي تلهمينه كيفك. لا ونوعين، هذا خضر وهذا حمر. شوف عاد، انا باكل مو علشاني مسامحتك، لا يا عيوني هاي. لاني يعاني. لا وزيدك من الشعر بيت. الحلو اللي تحبينه ام علي سويته لك. بس ولو تبين ام حسن الحين اجي المطبخ اسويها لك واجيبها. خلاص هذا الحلاوة هو اللي بيغفر لك. يلا قعد قعد خلنا ناكل. الله نشب لك. هذه الساعة المباركة. تفضل. يلا تفضل، تستاهل النشاط. بس جزاك الله خير. وانا باكل الحلاوة حلاوة ام علي لاني اموت عليها. عليك 60,000 عافية. نشب لك هامور؟ لا لا خلنا ناكل هذا وذاك الساعة يصير خير. ما يتيوع. هذا المشبوس. المشبوس هذا المعبوش. ميتة ميتة ميتيوع. بالعافية عمري. الله يعافيك. Thank you.
يا نادي هذا الانتصار قبل مباراة السيتي كان مهم للمعنويات ويسلط ضغط كبير على المنافس المباشر او المنافس المتفرد هو مانشستر سيتي كذلك قبل المباراة لانه يخسر وليفربول مو من الاول اصعد بخالك وتعال باثنين خاض مباراة بشكل جيد خاصة التغييرات لما شفنا شاهدنا التغييرات شلون تلعب انت وربك سمع الى تعليل عبد العزيز كذلك كان في مباراه تعليم على مستوى استعمال الفريقين نبيل ماني وكذلك لالانا معنا قام باخراج شاكيري الو سلام بابا يا هلا ما يبي نام انا بكره بدي شو اقول اي سكتيهم قولي نام قول كله نام يلا باكر مدرسه انا يقول بابا بس هم ما يبي نام زين يلا يلا انا الحين اجي عن خيرهم الحين يلا اوكي بابا تعالي سرعه اوكي يلا با يلا لم يبلغ مستوى انت مو توك مزرق دائما شلون تقصد دائما تعلي لاقينا انت روح زين يا معود انت ولعبك روح يا لبني شنو هذا شنو يلا ذف 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 دارك انت يلا ذف روح انت ذف طول الثور هاي سوالفك يلا اطلب انت بعد ذف روح دارك يلا روح يلا روح وانت يعني العاجل فيهم يلا ولي دارك يلا لا قيم منك ولا من امك انا تعالي وين رايح انت وين رايح يا بابا لا 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 بكره ابي اروح مكتب هلا صباح الخير صباح النور أسعد الله صباحكم جميعا هلا يوم سعيد إن شاء الله يوم كله خير وبركة بإذن الله شلونك زين ان شاء الله اهلا وسهلا استاذ خالد من فضلك ابيك في مكتبي شويه لو سمحت اي نهاركم سعيد جميعا جميل اسم الله عليك اليوم تفضل تعال تروح هاي مسعف واللي بتاكلك أسعد الله صباحكم ونهاركم سعيد هذه شو مسوي بمرها؟ والله السالفته ها صبغ الشعر ومستشورته وحاطه روج لا
ولابسه قميص وردي وكشك. واي هذه المره كشخة ضحك. انتوا بس سكتوا ولا تسمعنا، ترى تورينا شيء عمرنا ما شفناه. اي والله لا بس هالمره غير غير، يعني شيء غريب عجيب مجمل روحها. بدل ما تجمل نفسها خل تجمل قلبها وروحها، احسن من اي شيء ثاني. والله وانت الصادقه. يلا الله يعينها على نفسها. خالد انت اذا خلصت اوراقك تقدر تعطيهم بدريه. ان شاء الله ان شاء الله. بس بدريه من هي؟ ما لحقت احفظ الاسماء. اللي قاعده بويه على طول، اللي قاعده على يمينك شعرها اسود. عرفتها اللي اي هذه لاحظت عليها انها زعلانه حزينه، في شيء عندهم عزا شيء ما ادري. مطلقه مطلقه وعندها عيال وريلها ماخذ عيالها منها، هي دائما شي بوزها شي وضيق الخلق. اي تعملين شيء؟ لا شكرا. انا ابنك. اهلا. عفوا قلم. اي شكرا. عفوا. مع السلامة جميعا وويك انت سعيد ان شاء الله. سلام سلام جميعا. مع السلامة. سلام. خالد خالد ان شاء الله ما تعبت بالشغل اليوم. لا 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 الشغل اصلا خفيف انا متعود عليه. اي لا انا يلا سلام سلام. عشر سنين عمرها ما قالت مع السلامة، الحين تقول ويك اند سعيد. سبت لها سالفه في هنا. استغفر الله. انا هذه مستحيل مستحيل اتقبلها. انا بيت نرفز كل ما اطلع معاها نفس الشيء نفس الكذب تكذبه. انا البس براندات انا ابايا مسكينه مصدقه عمرها اخر مره. مستحيل مصدقك ولا راح اجيبها. دقيقة لحظة. كان تجيبني مكان هادي عشان تبي تتكلم وللحينك ساكت ما تكلمت ولا كلمة مني. أنا اشرح لي قول لي. ما أدري إيش أقول لك بس إذا تبي نختصر الموضوع نقول كلمة واحدة بس. فارس. فارس فارس شكو الموضوع. فارس رفيجي من سنين. أنا فارس وايد كنا نقعد ونسولف عن ابتسام أختك. هو شرح لي كل موضوعها. هو وايد حاس بتأنيب الضمير والندم ليش انه ما كمل معاها وما حبها مثل ما هي حبته. زين وبعدين؟ بعدين انا حصلت لي انتكاسه. شنو يعني؟ شيت بحاله اكتئاب شديده. اعتزلت الناس. كنت ما اشوف احد ولا اقعد مع احد. اصلا البيت ما كنت اطلع منه.
صدقين حتى أكل ما كنت أكل. شو السبب؟ مشكلة أنه ماكو سبب. الدكتور قال لي أن السبب الوحيد أن كل شيء متوفر لي بحياتي، لازم أغير هالحياة وأعيش نمط حياة جديدة، أطلع أشتغل وكافح أشتغل، وكني أنا صدق محتاج لهذا الشغل. وشنو علاقة هذا كله بأختي؟ فارس يعني وطلب مني أن أنا أتوظف عند أختك، أجرب حياة الناس اللي قاعد الحين، أقعد من الصبح أشتغل هد الآيفون والآيباد وكل الأمور هذه. وأنا بصراحة عجبني العرض قبلته. وش معنى عند أختي بالذات؟ بصراحة فارس طلب مني أن أجرب أحب أختك. شنو شنو شنو؟ الهام الله يخليك عدي. تحكى؟ قلت لك هو حاس بالندم علشان يتخلص من تأنيب الضمير، قطني بطريقه يمكن أكون لها العوض عن الماضي. وأنا بعد يمكن ألاقي الإنسانة اللي أحبها واللي تغير نظرتي بالحياة. أنتم يعني ولا شنو؟ شنو هاللعبة الحقيرة الوسخة اللي قاعد تلعبونها على أختي؟ هذه اللعبة كلها مبنية على حسن نية. أي حسن نية؟ شنو أختي مسكينة مو لاقي أحد يحبها؟ الهام الله يخليك قصري حسك. تكفين أبي أطلب منك طلب، لا يكون تقولين حق ابتسامة. لا راح أقول لها كل شيء، أنت من صدقك راح أخليها حتى المحل تهدى. بس هذا اللي بتسوينه كله بيخرب كل شيء. هام أنا شغلي بالمحل غيرني وايد، أنا مو نفس قبل. لا تشوفيني قبل الحين أطلع وأضحك وأسولف، وحتى أختك الهام ما صار لها فترة من بطلت المحل، إذا قلتي لها أي شيء ممكن تهد الشغل والله أعلم من تشتغل معاه. صدقيني فارس أحبها أحب أخوي، وكل هاللي سواه هذا مبني من محبته لها. زين وصار؟ شنو اللي صار؟ الحب اللي خططته له. لا لا الحين ماكو شيء. ليش يعني اختش فيها؟ لا ما فيها شيء، والنعم فيها وعلى عيني وراسي، بس أنا بصراحة ما حسيت لأي انجذاب ناحيتها. زين شنو سبب الاكتئاب اللي فيك؟ يعني سولف لي عن حياتك عن دراستك، شلون قاعد تقضيها؟